اخبار كلها غايه في الاهميه. الاهم في الحقيقه دلوقتي ان النادي الاهلي خلاص بشكل رسمي اعلن رحيل مستر مارتين لاسارتي المدير الفني الاوروغواياني السابق خلاص للنادي الاهلي، اصبح مدير فني سابق للفريق بعد الهزيمه بالامس امام بيراميدز بنتيجه 1-0، هزيمه ما كناش نتمناها اطلاقا. كواليس كتير او معطيات كتير جدا جدا ادت لي خسارة النادي الأهلي في مباراة الأمس، وأيضا في أخطاء كتير عشان نبقى واقعيين، سواء فنيا من النادي الأهلي داخل الملعب، فنيا تاني من النادي الأهلي داخل الملعب، بالإضافة لأخطاء الحكم جهاد جريشة. هنتكلم بتفاصيل كتير، لكن خليني أقرأ لحضراتكم الخبر من الموقع الرسمي للنادي الأهلي وهو فيما يتعلق برحيل مستر مارتين لاسارتي. الخبر بيقول، ولازم تركز معايا في الخبر ده لأن هيجاوب على تساؤلات عديدة عند جمهور النادي الأهلي. الخبر بيقول إيه؟ قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروغواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية. كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. ركز. جاء ذلك بعدما دعا الكابتن محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها، حفاظا على استقرار الفريق وانتظارا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملا وصحيحا، وهو ما ساهم كثيرا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليا ومفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي الأهلي على مدار تاريخه. أعتقد أن الخبر واضح، مش محتاج أن احنا نعلق عليه كتير. يعني قرار مهم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي أو بالتحديد من لجنة التخطيط للكرة بالتشاور طبعا مع الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة ورئيس النادي الأهلي، والاجتماع النهاردة كان الظهر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتم الاتفاق في النهاية بعد الاجتماع على رحيل المدير الفني مستر مارتين لاسارتي. اللي قادم إيه؟ اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية إيه؟ زي ما اتقال كده في الخبر، الكابتن محمد يوسف هو اللي هيكون المدرب للنادي الأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد. ده من خلال الخبر في الموقع الرسمي للنادي الأهلي. البعض يقول لك طب ليه مش من الفترة اللي فاتت النادي الأهلي ما مشاش مستر لاسارتي؟ ليه كل الكلام ده؟ طب ليه اتأخرنا؟ مفيش تأخر ولا حاجة. السبب برضو باين من خلال الخبر في الموقع الرسمي، إن النادي الأهلي ما تطرقش لكل الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة اللي فاتت حفاظا على استقرار الفريق، وهو ده أكبر صح في الحقيقة. أكبر صح إن أنت تحاول تحافظ على استقرار الفريق، خصوصا إن أنت ماشي في بطولة بتحاول تحسمها وحسمتها، بطولة الدوري، رغم كل الظروف الصعبة اللي حضراتكم شفتوها وعشتوها يعني مع النادي الأهلي هذا الموسم. فكان مطلوب جدا إن أنت تحافظ على الاستقرار. التوقيت المناسب اللي أنت تقيم فيه الأمور جه. لما جه التوقيت المسؤولين في النادي الأهلي قيموا وخدوا قرار. القرار كان إيه؟ رحيل مستر مارتين لاسارتي ومعاونيه الأجانب. فخلاص أصبح في الماضي مستر مارتين لاسارتي، واكيد بنشكره، نوجه ليه الشكر على الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي، والراجل قدر ان هو يحقق بطوله الدوري. طبعا مش هي دي الهدف الاساسي والاهم، بطوله من ضمن البطولات المهمه والمحببه لكل جماهير الاهلاويه، لكن دايما عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا اهم، هو اخفق فيها، كاس مصر اخفق فيها. فبالتالي كان هو ده القرار بناء على الاجتماع النهارده. بالتالي بقى عايز اتكلم شويه عن تصريحات